اليوم المغربش فيه. هاد القطبيه المزيفه اللي تكلمتي عليها هي ما كايناش، كاينه غير في المخيل ديال اللي كيهندس المغربي. بقى ما فيهش الديمقراطيه، ما فيهش العداله، فيه الفساد. هذا هو. اذا كيقولوا لنا المغاربه هذه انتخابات جات، عندكم اختيار، ها الحكومه ديال بن كيران، ها انتم شفتوا اش دارت، زادت في الماء، زادت في الضوء، زادت في الغلاء، غرقت البلاد في المديونيه، كدير اصلاحات ضد الاصلاح الحقيقي اللي خصو يكون، وطبعت مع الفساد والاستبداد. واش بغيتوها ترجع؟ لا ما بغيتوهاش. ها انتم عندكم الاصاله والمعاصره، حزب جديد قوي وغليظ وسمين، العداله والتنميه فازت في المدينه، وهو فاز في الباديه، الباديه اميه ما عارفه والو، مهمشه وعرفت اصاله ومعاصره وناتصوتات عليه. كيف ما كان الحال هذه القطبيه مزيفه.